أخبار اليوم. مش الناس كبار عملوا كده عن صف كبار وجايين بعربيات وجايين لغايه ايه ده؟ طيب وانا اكلم عمر بناصر شويه الكلام انت وكل الاجهزه اللي انت لو فتحوها لي تمام العربيه تقف عندها وبعد كده تسرع قدام ولا حد يخش يمين ولا شمال ولا اي تصرفات لا بالليل النهارده ولا بكره الصبح في نفس المكان الشمس يعني بتتحرك حاجه بسيطه يعني لازم اتحرك طبعا تمام والخروج كده بيكون في مسار في الجنوب يعملوا مسار عاملين سته كمان حبال خشب وعاملين بتاع اساس يكون الخشب اللي بعد خشب عشان يعدي عشان ما حدش يعدي عشان الدوره بس اللي تعبوا يعني كده يعني ماشي.